مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، هذه المرة عبر سكايب، ونذهب إلى المغرب تحديدا من مدينة فاس. معنا من هناك عبر سكايب الشاعرة الأستاذة حنان لحجوجي. أهلا وسهلا أستاذة حنان، حياك الله وأنرت بيت القصيد. بارك الله فيك أستاذنا مصطفى مطر وشاعرنا الكبير. هذا يوم جميل، يسعدني أن أتواصل معكم، و نحن أكثر كل سعادة. المغرب يشكركم. نحن أكثر سعادة بوجودك معنا. قبل الشعر دعينا مباشرة نذهب إلى النقاش أستاذة حنان، إذا ما أردنا أن نتحدث عن القيمة الطيبة التي تعود على الشاعر أو المشتغل باللغة من وراء عمله بخدمة لغة الضاد، رأيك الشخصي تفضلي. لها وقع عجيب على النفس، ولها استعادة للثقة بمجد الأجداد وبتراثنا العظيم. الشعر هوية لا تنفصل عن العرب إطلاقا، كلما انفصلنا عنها كلما ضاعت هويتنا وضاعت ثقتنا بالنفس، كلما ارتبطنا بها تزداد الثقة بالنفس ونحس بتواصلنا عبر القوافي بشعرائنا الكبار الذين مضوا، وبالتالي بأمجادنا الأصيلة. نعم، هناك من يتهمكم أنتم في دول المغرب العربي بأنكم تتبعون يعني نهوج أو مناهج التغريب وتتخلون عن ثيابكم العربية، ماذا تردين على من يتبنون مثل هذه الأفكار مثلا؟ قد يكون هذا صحيحا، ولكن ليست ظاهرة عامة، قد يكون صحيحا وبنسبة لا بأس بها. نعم، لكن لا يجوز تعميم ذلك. مثلا يعني على سبيل المثال، حتى لا أتحدث عن الآخرين بلساني، أتحدث عن نفسي. سبق أن كتبت قصائد باللغة الفرنسية، ولكن هل هذا صلحني من لغتي الأم من العربية؟ أبدا. طيب، لا أزداد أردنا بها إلا ارتباطا. نعم، دائما أجد فيها الجمال، أجد فيها البيان البديع، بينما إن كتبت بلغة أخرى فبصراحة أحس أنني أنضم. نعم، وليس أكتب شعرا. طيب، إذا أردنا أن نتحدث يعني الآن، الشاعر ستفهم هذه الجملة جيدا. تسلمين أستاذة حنان. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن القيمة والمبدأ بحس الشاعر، الشاعر الذي لا يقدم قيمة في كلمته ولا يحمل مبدأ، رسالتك وماذا تقولي؟ لا بد للشاعر أن يكون صاحب قضية، لا بد. إن لم يكن صاحب قضية حقيقية واقعية تخدم الأمة، فهو بالتأكيد صاحب قضية مفلسة سيئة ضد الأمة أكيد. نعم، بما أنه صاحب كلمة موزونة، فهو إما أن يكون معنا أو أن يكون علينا، يعني بإن صح التعبير. طيب، الآن إذا أردنا أن نتحدث عن الشعر بتجربة الأستاذة حنان لحجوجي، وبعيدا عن يعني الحديث كثيرا عن القصائد، دعينا نذهب إليها مباشرة وإلى أولى القصائد التي ترغبين بإلقائها في هذا العدد من بيت القصيد، إلى الشعر مباشرة. تفضلي أستاذة حنان إلى القصيدة. أمامي يعني اختيارات كثيرة. ابدأي بالقصيدة التي بين يديك، لا مشكلة، ستقرأين أغلبها، تفضلي. حسنا، سأبدأ بالقصيدة التي شاركت بها في ذاكرة القرنفل الاثنان، يعني حصل لي الشرف أن أشارك في هذه التظاهرة رفقة عدد من الشعراء الكبار. بصراحة قصيدة قريبة إلى قلبي لأنها ابتهالية، وأنت ربما تعرف ذلك أنني لي ميول نحو المديح والابتهال أكثر من ميولي نحو الغزل. أستاذة حنان، ربما كنت أعرف، ربما كنت أعرف، لكن الجمهور الذي يتابعنا ربما لا يعرف، هو بحاجة ومتشوق لسماع قصيدتك، تفضلي. حسنا، إلى القصيدة. سأقرأ بضعة أبيات من قصيدة التي شاركت بها، تفضل. بدعائك ربي القلب شدا،
بدعائك ربي القلب شدا وتردد في الوجدان صدى، بقريض ذاك محتدم همر من فكر ما حمدا. خببا تمضي الأيام بنا وتدق الحلم لنا وتدا، إسفينا من يتعهده دأبا فبه صان العهدا. آمال الأمس نزاولها ومراد اليوم يحق غدا. آمال وحاب الأمس جبين جات إن مجددا بجموع جوارحه سجدا. آمال الأمس مجددا، تفضلي. آمال الأمس نزاولها ومراد اليوم يحق غدا، ما خاب جبين جات إن بجموع جوارحه سجد. جميل 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 جدا. الآن نريد منك الذهاب إلى قصيدة من لون آخر وشكل آخر، ريثما نتحدث عن تجربتك في المديح، إلى قصيدة أخرى تكون عيدا لمن يستمع إليك في هذه اللحظات، تفضلي. بضعة أبيات كتبتها على إيقاع الآن الآن وليس غدا، أغنية فيروزية، وهي عبارة عن رسالة للأجيال. أقول نعم. لا خبز لا كعك يصنع، والعودة جعجعة تسمع، زيتون القدس محافله ضغط في فوات المدفع، قرعت أجراس الشؤم بها والحظ يحاكم إن يقرع، ما جئت أواكب أشعارا فيروز العزم بها يسطع، بل أنزف من أسفي نصحا لك يا ابني كي لا تخضع. إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة التاريخ اليوم أستاذة حنان، وواقع المدينة المقدسة وواقع الجراحات المنتشرة في جسد الأمة على امتداد الخريطة الواحدة، لو كان للتاريخ فم باعتقادك ماذا كان سيتكلم واصفا واقعا؟ بصراحة هذه الأوجاع التي نسمع بها، بصراحة نحن بعيدون عن ملامسة الواقع في حد ذاته، الواقع المأساوي لأهلنا في القدس والشام واليمن وغيرها، لكن هذه المآسي تصلنا عبر وسائل التواصل. وبصراحة يعني إن أردت جس النبض هنا وأخبركم بما يحدث، نحن المغاربة لازلنا قلبنا ينبض معكم بكل ما يحدث في تلك الأرض. نعم. ما زال المغاربة ينتمون إلى العروبة بشكل كبير، وهذا ما نأمله ونحن واثقون أنه حقيقة لا تقبل المجادلة. الآن نريد منك قصيدة تبدأينها وتختمينها، لا أن تقدمي لنا فقط عدة أبيات، إلى قصيدة جديدة، تفضلي. حاضر. ماذا ستقرأين علينا هذه المرة؟ بما أنني سأبدأها وأتممها، سأبحث عن قصيدة خفيفة على أسماعكم. تفضلي. بصراحة عندي قصائد مطولة كثيرا. لا مشكلة، لك أن تقرأي ما تحبين. حيث تجرأت أن أكتب بردة لامية قد أتلو عليكم بعض أبياتها فيما بعد. تفضلي اقرأي ما تحبين. قصيدة وها قد بدا شيب، وها قد بدا شيب فما أنت صانعه؟ أيا من تدنت في الشباب مراتعه، خيوطا من الأنوار تلقي وعيدها على خافق في الدجن ساءت طبائعه، وعين عن الحرمات ما هد طرفها، وجسم به استعليت خارت أضالعه، وأخبت صروف الدهر فيك توقدا، فأسج فؤادا كم تأبت مدامعه، ألبك زمانا أنت بددته على محياك، دأبا سوف تلهو أصابعه، تخط على سفر الجبين جسوره إلى حفرة من حندس ستدارعه،
وتفضح وزرا في رواء نضاره يهدله ذنب عتى ويقارعه. حيال المرايا تستدر تصابيا، أترتق ما منشار عمرك قاطعه؟ فلا من مفر من مغيب ربيعه، ويدنو خريف مشرق الحق ساطعه. كذا ضاع من دنياك كل السنة، وهل يعود من الريعان يا صاحي ضائعه؟ وأبلت ليالي اللهو في كرن الصبا، فقد كان ثوبا أنت لابد خالعه. نهاك استصاغ الفسق أشفل بابها بحلب سيودي صرحه اليوم واقعه. فأقبل على الحي المعز عبيده، فما ذل من عز المهيمن رافعه. على ما يعق المرء بارئه، ولا يدوم له حال ولا المال شافعه. ونفس لك الويلات لما أطعتها، وبر إذا عرضتها أنت طائعه. أترجو من الله استلاما لعذرها؟ أترجو من الله استلاما لعذرها وقلبك صمت عن هداه مسامعه؟ مجددا لو سمحتي، أترجو من الله؟ أترجو من الله استلاما لعذرها وقلبك صمت عن هداه مسامعه؟ عليها لجام إن تولى زمامه، فساد الندامة فالندامة طالعه. إذا صاحب الخل الوفي نجا، وإن تملكه خدن الخنا فهو بائعه. صديقك إن يأبى المجون فراعه، وإن كان ذا سم فإنك جارعه. صديقك إن يأبى المجون فراعه، فأهلا فمرحبا، وإن كان ذا سم فإنك جارعه. وخير جليس وحي ربي وهديه، لتحظى بفوز لا تغيض منافعه. صلاة على المبعوث فينا بنوره، وللنور سلطان غوي منازعه. أيا من جحدت النور في غير خشية، لأنت صريع إن هممت تصارعه. فكم منكر قد كان قبلك باطرا، فداهمه بأس توالت توابعه. فقم من سبات طال إيلافه، وقل أنا من بسوء الكسب قضت مضاجعه. أنا التائب المكلوم جئتك طامعا، فأمطر شآبيبا تردى مطامعه. الله تردى مطامعه. جميل البيت الأخير أستاذة حنان، جميل جدا، والقصيدة فيها من الحكمة، فيها من القيمة، فيها من النصح والإرشاد والتوجيه ما فيها، وما ينبغي الوقوف عنده طويلا. الآن سنذهب إلى قصيدة مديح لأحد الشعراء، نتابعها أنا وأنت والسادة الحضور، ما رأيك؟ هذا رائع. مشاهدينا الكرام، إذن ما يمكن سماعه إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب الآن إلى فقرة قصيدة للوطن وإلى وطن المسلمين والعرب والعالمين الجامع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قصيدة من المديح النبوي والشاعر السوري أنس دغيم، نتابعها ومن ثم لنا عودة. مري على القلب من حين إلى حين، وألبس الشعر أطواق الرياحين، واستعمري بجناحيك المدى وطنا من الغمام ومن غابات زيتون، حتى تظل ضفاف تحت أخمصه خضراء لم يستبحها شاعر دوني، ويخلع النور برديه على شفتي كعب صغير بريم القاع مسكوني.
وأدرك القلب في سيناء وحدته، لعل جذوة ريش منك تصليني. طيري بقلبي وحطي عند حضرته، وحيثما كان طه نازلا كوني يا حمامة عن ضيفيك حاكيني. هنا أناخ وباتوا في شراييني، باتوا وقد شك عند الباب منتبه، يؤذن الفجر للدنيا وللدين. عش يواجه تاريخا ويكتب تاريخا، على كل عود حتف فرعون. عناية الله إن تدرك يكن فرج في ظل قشك أو في ظل يقطيني، ولا يخاف وحوت البحر مندفع إذا دعا الله في الأعماق ذو النون. هناك لا خوف حيث القلب متصل بعروة الأمر بين الكاف والنون، ولا مكان لغير الهاربين إلى مصادر النور في أقصى البراهين. هناك قلب نبي لا مناة ولا عزى هناك، ولا إيوان نيروني، كأنما الكون في قلبين مختصر، وطيبا بك آلاف الدواوين. وغاية الشعر أن يلقي بأجنحتي على يديك غبارا من عناويني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من مدينة فاس بالمغرب العربي الشاعرة حنان الحجوجي. حياكم الله أستاذة حنان مجددا. أستاذة حنان، إذا ما أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة محاكمة التاريخ للنص الشعري، كيف ترين التاريخ فيما يتعلق بالمحاكمة؟ هل فعلا التاريخ كفيل بفرز الجيد من غير الجيد؟ أكيد. تفريق الغث عن السمين، حدثينا عن هذه الفكرة. أكيد التاريخ كفيل بفرز، وهذا واضح جدا. فالقصيدة أصلها هو أنها القصيدة العمودية ذات التفعيلات التي تكلف الفراهيدي بفرزها وإيصالها إلينا معلبة إن شئنا القول، ثم تتفرع منها بعض الاجتهادات، كمثلا المشاحات الأندلسية، كالآن مثلا شعر التفعيلة، أشياء كهذه. نعم. هي جميلة جدا. إذا أردنا يعني من نعم لك أن تكملي، تفضلي. من المشاحات وقصائد التفعيلة جمال يأسر القارئ، ولكن اتضح تاريخيا أنه كلما ابتعدنا عن بحور الفراهيدي إلا وتأتي بعد بضع يعني أجيال أو سنوات، تأتي عودة وثيقة إلى الأصل. نعم. يعني وكأن التاريخ يأبى علينا أن نضيف المزيد من البحور أو من الامتدادات الشعرية، لتبقى القصيدة دائما العمودية هي تاج الإبداع، وهي الأصل الذي لا يقبل تشويه. مهما حاول التغريبيون أن يأخذون عن هذه الأصول إلا أننا نعود إلى هذه الأصول ونتشبث بها. أستاذة حنان، إذا أردنا نتحدث الآن عن فكرة القضية، كما بدأت ببداية هذه الحلقة وقلت إن الذي لا قضية إنسانية أو أمية له يكون صاحب قضية لا يعيرها
الراؤون أو المهتمون لا يعيرونها اهتماما. إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة الجراح الممتدة على خريطة الأمة الواحدة، ألا ترين أن هناك جراحا يعني غائرة في جسد الأمة اليوم تتجاوز ربما الوجع الفلسطيني، أم أنك ترين غير ذلك؟ أنا أرى أنها كلها وجع واحد. نعم. وجع واحد، يعني جراحنا سورية مقدسية يمنية أندلسية، جرحنا واحد، يعني الإنسان العربي كله واحد. بصراحة يعني تقف الدمعة في عيننا عندما نرى، مثلا لن أقول عندما نرى الجرحى والدماء والقتلى، وإنما يعني بعدسة الشاعر تقف الدمعة في عين عندما نرى مثلا صورة من أسواق القدس أو من أسواق بغداد، أرى وكأنها من أسواق مدينة فاس. هناك تشابه كبير، نحن وطن واحد، هذه حقيقة، حقيقة لا تقبل النقاش. لذلك فالجرح أيضا واحد، فقط ينضاف لفلسطين اعتباراتها الدينية واعتباراتها يعني العقدية. نعم. هذا فقط. أما من ناحية جرح الإنسان العربي فكلنا همنا واحد. أحسنت يا أستاذة حنان، نريد أن نسمع منك قصيدة جديدة، تفضلي إلى الشعر. ماذا ستقرأين هذه المرة؟ أم أنك ستعودين لحيرتك والبحث بالنصوص الكثيرة؟ بعد المديح. إلى المديح إذن، تفضلي يا حبذا. وإن كنت لأرقى إلى ذلك. تفضلي. هبا هبا بنسل قريش قطر زهرتها، من بنت وهب اللباب الطهر ينتسل، يا آل هاشم يا أحباب آمنة، رم الهشيم بجاه منكم يبل، يا يمن من حضروا، يا سعد من نصروا، يا ويح من نكروا، يا بشر من كفلوا. نادى المنادي، نادى المنادي، أيا من آمنوا حرسا للبيت كونوا، على كيد العدى استحلوا، وجه صبيح أغر للعلا علم، فالحق يعلو ولا يعلى ويستفل، العيد مولده والمجد موعده، والرشد مورده ما غره بدل، أثنى عليه الزمان المستضيء به، أثنى عليه الزمان المستضيء به، فالأمس والغد والتاريخ والأزل، حفت ملائكة الرحمن مربعه، صلت عليه لأمر الله تمتتل، ها بكت اليوم شجت صمتها وفهت، ها بكت اليوم شجت صمتها وفهت، صلوا عليه فهذا ملتقى جللوا. جميل. اليوم كيف يواري الفرس سوءتهم، وما تفرس أن تخبى لهم شعلوا، ما جئت أطرق باب الشعر ممتدحا، بحر المحامد لا يربيه من يدل، من جئت ملتمسا حب الرسول، وإنما بهذه المعالي تبتغى الوسل. من لي وأنا بأبواب المديح، وكيف لي بها وبها الأعلام والمتل، كيف السبيل إذا هجسي ونبض دمي ومهجتي في حنايا القلب تعتمل، أستجمع الحرف أشتاتا ألملمها، أستجمع الحرف أشتاتا ألملمها سدى، ففكري رهين الوزر معتقل، وكيف أعبر يما بالكبا عرما لكي أعبر عن أوبي وأقتبل، أرنو مقام السنا علي أيممه، وبالوصيد تشد الكاهل الشكل، عق اللسان جموح القلب منعطفا، عق اللسان جموح القلب منعطفا، وكم فصيح لسان خانه الصقل. جميل. يأبى البيان علينا مدح سيده، فكيف تسعفني الأبيات والجمل.
يقبل بيانه علينا مجددا، يقبل بيانه علينا مدح سيده، فكيف تسعفنا الأبيات؟ يقبل بيان علينا مدح سيده فكيف تسعفني الأبيات والجمل؟ ما بين لحيي قد راد الخنا، كخنا نيسا دعت حين أغراها قدا وحلو. عذب عذب فأنا ينال المبتغى أربا، لكم عصيت به فكيف أنتفل؟ هذا الصغار هذا الصغار صغار العار أعنته، عسى يتوب إذا بالطيب يتصل. أطيب المدح ما كانت لتحضرني في حضرة النور كل البلج مختجل. الله سل السماء. هل أضيف؟ أكملي أم أكتب؟ أكملي 10 أبيات جديدة. سل السماء سل السماء مجددا. سل السماء متى أجرامها خجل، حتى خبى فرقداها واستحى زحل. تلتاع أم الضياء النضر من وحر، والنجم وابن الليالي كلهم أفلوا. من حسنه خفروا من نوره ذهلوا، وإن على البحر كانوا قبلها جبلوا. وسائلوا عن عروش القط كيف قضت، عن كسر كسرى ورعب الروم عنه سلوا. صرح الضلال وإن تسنده منعقف، مهما دووه تعالوا كلهم نزلوا. ما شاء الله عليك يا أستاذة حنان. إذا أردنا الآن نكتفي يعني بهذا القدر من هذه القصيدة المدحية الطويلة، ربما هي تزيد عن 100 بيت أستاذة حنان. 150 ما شاء الله، 150 بيتا في المديح النبوي. هنا يحضرني سؤال ولابد أن أطرحه وأضعه بين يديك أستاذة حنان. المديح النبوي في شكله الحالي كيف له أن يستمر أجيالا وأجيالا قادمة؟ ألا ترين أن فكرة الكتابة في لون المديح النبوي هي بحاجة إلى شيء من التجديد كي لا تندثر مع الزمن إذا اتبعناها بطريقة كلاسيكية وكررنا المكرور والمستخدم من الأفكار؟ نعم، هنا في مدينة فاس التي أراها أنا قطعة من الأندلس عندنا المديح، وكأنه يعني جزء كبير من هويتنا. نعم. أنا لا أنكر أن فيه من البدع ما فيه. أنا لا أنكر أن ترديد البردة النبوية للبصيري في أيام ذكرى المولد وغيرها، لا أنكر أن فيه من البدع ما فيه. بعيداً عن هذا الموضوع الشرعي، دعينا نتحدث نحن عن الفكرة الشعرية بعيداً عن الأمور الشرعية. تماماً تماماً. في الفكرة الشعرية عن المديح. أن المديح هنا هوية، يعني يستحيل أن تجد شاعراً هنا لا يطرق أبواب المديح. أحسن. يستحيل أن تجد ذلك. أما عن التجديد فهذا حسب طريقة الشاعر. هناك من الشعراء من يرفض التجديد في المديح، لأنه كلما جدد أو ابتكر فكرة يخشى أن يكون يسطر بذلك بدعة جديدة مثلا. نعم. هذا منوط بدرجة إيمان الشخص بطريقته في المديح. نعم. يعني هناك من يرى أي تجديد هو عبارة عن بدعة في المديح النبوي، ولكن بعيدا عن فكرة الشعر، يعني تجدين حاليا بعض التظاهرات التي يعني تخرج انتصارا إلى سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن باعتقادك نصرة النبي ألا تتجاوز مجرد رد الفعل إلى ما هو أهم من أن نكون رد فعل فحسب؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني هذه مؤكدة ووعد من الله سبحانه وتعالى أنه ينصر عبده. إنما نحن نحاول أن يكون لنا حظ في نصرته، هذا هو الصواب. نحاول أن يكون لنا حظ، كل حسب جهده.
يعني الشاعر بصفته صاحب كلمة موزونة وصاحب كلمة تصل إلى فئة مثقفة من الناس، كان عليه فرضا أن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيات تجلجل أسماع المتلقي وترسخ لهويتنا ولحبنا لرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. سيدة حنان، بعيدا عن الشعر والشاعر، قريبا من المتلقي والناس في بيوتهم من البسطاء والذين يثورون ويعني يغضبون لنبيهم صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة نصرة النبي وطرائق النصرة، تقترحينها على الأسرة المسلمة في أي مكان؟ من هذه الطرائق التي تقترحينها على البسطاء من الناس، دعينا من الشعراء. يعني بعيدا عن الشعر، أولا يجب أن نفكر في الرسالة، الرسالة التي نقدمها للجيل الجديد. يعني نحن جيلنا فيه من العيوب بما فيه، وتلقى من الأخطاء في يعني خلال تواصله وخلال مشاهدته للتلفاز مثلا، تلقى من الأخطاء ما كان يعتبر أنه صوابا، ثم اكتشف فيما بعد أنه كان مخطئا. لهذا الآن يعني يجب أن نضع من الأولويات الجيل الجديد، يجب أن نضع أن نصحح رسالتنا للجيل الجديد. علينا أن نعلم أبناءنا يعني من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسنت، ما هي الحقيقة، يجب أن يعلموا الحقيقة، يجب أن نكنس فيهم البحث عن الحقيقة، أن لا يتلقوا كل المعلومات بشكل يعني تلقيني محض من وسائل مثلا التواصل أو من التلفزة أو من، وإنما عليهم التنقيب في الكتب، وعلينا أن نعلمهم طريقة البحث في التنقيب في البحث في الكتب كي يعرفوا الصالح من الطالح. إن لم تكن هذه رسالتنا، أحسنتي، يعني أن نصحح مسار الأجيال فلا رسالة لنا صراحة. أحسنتي أستاذة حنان، متواصلون معك ولكن لابد أن نخرج إلى فاصل الآن. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقة هذا الأسبوع من بيت القصيد، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم، وهذه الحلقة من بيت القصيد عبر سكايب من المغرب، تحديدا من مدينة فاس. معنا الشاعرة المغربية الأستاذة حنان الحجوجي، أهلا وسهلا بك مجددا أستاذة حنان. بعيدا عن الأسئلة والنقاش الحر، ذهابا وقريبا من الشعر إلى جديد القصائد، ماذا ستقرأين علينا الآن؟ لك أن تختاري النص الذي تحبين أن تشنفي به أسماعنا، تفضلي. حسناً، سأتلو بعض الفخر. تفضل. بعض الفخر، لا بأس أن يطرق الشاعر جميع أبواب الأغراض الشعرية. تفضل. فخر لطيف. عطر قد تدفق في المكان، مجدداً سخياً أمشد زهر البيان. عطر مجدداً. عطر قد تدفق في المكان، سخيا أمشد زهر البيان. تعقبت الأرائج منه حتى لقيت ببابكم شدوى الحسان، فضمخت الحروف بما تسنى لأنطرها درا للأقحوان. ولما طرت استبشرت خيرا بأرض أزهرت قبل الأوان، سقتها غيمة تعلو نداها فما جفت ولم ينضب لساني.
وشادية وشادية على درب تليد توافيه التقاطا للجمال بمنعطف حدائقه قريض وتعطف فيه أفنان المعاني وباسقة القصيد بلا سناد رقى نخلا بعمر السنديان ويفسح للزقاق بزقزقات أطارحها ولا من ترجمان هنا بصم الأوائل بابلي مجيد نافت سحر البنان فلا زل اليراع عن المعلى وما زال المداد به رهان فما زل اليراع عن المعلى وما زال الرهان الوداد به رهاني وما زال الوداد به رهاني طاب هذا الوداد وهو رهان رابح رابح ولا شك في ذلك أستاذة حنان ربما أفاجئك بسؤال غريب نوعا ما لو قدر إليك أن تقفي أمام التاريخ مجسدا بشكل إنسان ماذا كنت ستطلبين منه من أجل حنان لحجوجي الشاعرة وصاحبة الهم والقضية أقول له رويدك رويدك ليتنا نعيش سنين يعني صدر الإسلام وعصر الفتوحات وفترة يعني بنو حمدان العصر الذهبي للشعر ليته كان أطول من ذلك بكثير لذلك أقول له رويدك مهلا شخصية من التاريخ دائما ما تحضر في بالك وتجدين فيها الكثير من الدهشة والذهول وتتوقفين عندها ربما كثيرا من هي هذه الشخصية ولماذا تأثرت بها؟ عنترة بن شداد والمتنبي مع أنهما متناقضان في بعض بالفعل الأشياء كنت سأقول ذلك متشابهان في أشياء أخرى نعم لماذا عنترة على وجه الخصوص؟ لماذا؟ عنترة فيه تجتمع فيه جميع الصفات المطلوبة يعني مكتمل طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة أنا أقصد كشاعر نعم. تكتمل فيه جميع الأوصاف المطلوبة للإنسان من شجاعة وإقدام ومن تفاني في العشق وفي الوفاء لعبلة التفاني لابنتي عمي رغم الصعاب والعراقيل يعني أسطوري وكذلك أسطوري كان وفيا لأهله وهو حقيقي كان وفيا لأهله كذلك في وقت لم يكونوا قد اعترفوا به تماماً. كان وفيا لهم تماماً. ومقاتلا في صفوفهم تفاني نعم طب الآن سأطرح عليك 5 مفردات لا أريد معناها الدارج وإنما أريد معناها الذي يمثلك أنت وأن يكون المعنى مختصرا دون إسهاب هل أنت جاهزة؟ إن شاء الله مدينة فاس ماذا تعني لك بسطر واحد؟ قطعة من الأندلس وقلبها النابض السطر في الشعر أه؟ السطر في الورق السطر. الذي تكتبين به الشعر السطر وتر ترن عليه الحروف ليصل إلى المستمع بشدو راق الحضور حينما يستمعون إليك تقصد بالحضور نعم. الحاضرون تقصد بالحضور أقصد الحاضرين أحسنت الحاضرون نعم الحضور هم كل شيء لذلك على الشاعر قبل أن يلقي قصيدته أن يكون قد جس نبض الحضور ليعرف ماذا يستطيعون أن يتلقوا وماذا وهل سيتفاعلون مع إنجازه الخوف لا أعرفه الحياة هي الشعر هي القصيدة الحياة بالنسبة لحنان لحجوجي هي شعر وقصيدة شعر وقصيدة ونحن بحاجة الآن إلى شعر وقصيدة تفضلي إلى جديد أوه. الشعر ماذا ستقرأين هذه المرة؟ أحاول أن أنوع لك أن تقرأي ما تحبين لا مشكلة كل ما تقولينه جيد وجميل ويقع موقعا أو يقع موقعا حسنا في نفوسنا ونفوس المستمعين الكرام لك أن تبدأي بقصيدتك الآن إذا أحببت أستاذة حنان لك الكلمة والمنبر تفضلي
لقلب تائه يبغي خلاصه. هذه قصيدة بعنوان القلوب قصاص. تفضلي. لقلب تائه يبغي خلاصه، له من كل نائبة خلاصه، يراوده الرضا بغشا ولكن جفاف تالد أفنى عياصه. يراوده مجددا لو سمحت، يراوده. يراوده الرضا بغشا ولكن جفاف تالد أفنى عياصه، وقد أبلى لروقته صباها، وما زال الهوى يهوى اقتناصه. الله، حلو. بكم من رمية شجت تباتي، وما زالت فقد كانت رصاصه، وصبري مرهم سمح ولكن جراحي صلدة تأبى امتصاصه. الله، وما استفتيت في الأنواع. أعدي البيت السابق، أعدي البيت السابق لو سمحتي. وصبري مرهم سمح ولكن جراحي صلدة تأبى امتصاصه، وما استفتيت في الأنواء إلا وقيل دموعك الحر انتقاصه، وإن دما إذا يأبى قصاصه يضيع كشطر بيت في قصاصه. ولست مجاملا سلطان قلبي، ولست مجادلا عنه اختصاصه، وقد آترت حين سلا سلامي على مستنكف وبه الخصاصه، له ولكل جهد ضاع هدرا أقول كفى كفى ما العمر هاصه. له ولكل جهد ضاع هدرا أقول كفى كفى ما العمر هاصه. انتهى النص. إنها خاتمة موفقة جدا من باب تقديري كمتذوق ومتلقي، لا أقول إنني ناقد ولا أسميني كذلك. أستاذة حنان، إذا أردت أسألك أو أن أسألك الآن سؤالا ربما تجدينه غريبا نوعا ما، باعتقادك ما الذي يريده الشعر من حنان لحجوجي؟ ما الذي يريده؟ ما الذي يريده الشعر منك؟ الشعر أجد أن أسمع شيء أفعله، وكما قلت من قبل أن أحبب كلامنا الجميل والموزون للصغار، لذلك أنا أفكر في ديوان للصغار. نعم. يكون فيه من الصور ومن الصور البديعية والصور الفوتوغرافية والتربوية أيضا محببا للصغار، وسأجعله يعني مجانية التوزيع. نعم. فقط من أجل تحبيب كلامنا الجميل للبراعم الصغيرة. إذن هو سيكون كتابا تربويا إرشاديا توعويا موجها لليافعين مثلا بالمرحلة العمرية من 7 حتى 14 مثلا مثلا. نعم. نتمنى لك عموما كل توفيق أستاذة حنان. وصلنا الآن إلى القصيدة الختامية، اقرأي علينا القصيدة التي تحبينها مسكا لختام هذه الحلقة من بيت القصيدة. تفضل. عندي رثائية للأندلس. وليكن، إلى الأندلس خذينا، وإن رثاء على القلوب تتحرك يعني تتحرر كامل أوجاعنا مما فيها من ألم، ونعود إلى أندلسنا العربي ثم نذهب إلى أندلسنا الذي ينتظرنا هناك في الديار القريبة منك. تفضلي إلى أندلس القصيد أستاذة حنان، كلنا شوق. نعم. لنستمع إليك. تفضلي. هذه القصيدة الغثائية للأندلس حاولت أن أجعلها يعني غير نمطية. تفضل. فهي على شكل كأنها قصة أو أقصوصة لفتاة لبست شخصيتها أو تقمصتها، فتاة فرت من الأندلس إبان الحروب عليها. نعم. وإبان محاكم التفتيش، تاركة هنالك المال والأهل والولد والديار، فهي في القصيدة تصف العز والبطخ الذي كانت. نعم. فيه، وتصف رحلتها إلى المغرب، وتصف أيضا الأسى والشقاء الذي دعينا نسمع. أصبحت فيه. إذن خذينا إلى جرح هذه الفتاة. تفضل يا أستاذ. نعم. هكذا تنطلق القصيدة. ليت خلي
لتخلي إن تدانى وسقى، يسأل الغيهاب عما وسقى. هي قصيدة بعنوان الموشح الأخير، الموشح الأخير. وخلال القصيدة يتضح معنى العنوان، لماذا سميت الموشح الأخير. أستاذة حنان، لأن الوقت ضيق، معنا دقيقتان، دعينا نقرأ حادث. أو تقرأي من هذه القصيدة حادث. ما تستطيعين، تفضلي. حادث. ليتخلي إن تدانى وسقى، يسأل الغيهب عما وسقى، عن جفوني عن جنوني هل غفت، أم جوى الشوق حباها أرقى، عن أنيني عن حنيني للقى، عن حجن مضناه باليأس التقى، عن زهور صدها كيف دوت، والنوى صادر منها العبقى، عن غرامي عن هيامي والصبا، من سقامي في فؤاد محقى، عن عرى علم حلمي علاها ورقى، في مهب الريح صارت ورقى، بسمتي تلك التي كم غيدت أينها، فاللص بين فالبين لص سرقى، كان لي مهنا حميم ظله بدلال في جلال أورقا، وحرير وسرير بادخ وخرير في السواق رقرقا، سادة كنا وكم سخت أنا في رخاء بسخاء أغدقا، وقضى نحب رفوهي وانقضى، وارتقى يا قلب آه وارتقى، خلف أخبات موات هل ترى، من يباب لقصاب طوقا، وحياض ورياض أخليت، ونخيل ذات طلع عنقا، ومضت أنوارها ثم خبت، ومضت أدراج ريح صفقا، أين في أطلسها أندلس؟ أين في أطلسها أندلس اسمها من عبرات فتقى؟ أين في مرمرها أندلس دوح فيروز رفيع منتقى؟ رسمها إتر أتير هل عفا؟ حرم حصن حصين وبقى. يا فتوح الأمس، ما لي طارق بيننا يسعف صرفا أطرقا. يا فتوح يا الأمس، ما لي طارق بيننا يسعف صرفا أطرقا. دعينا يا ضحى العز، يا ضحى العز، ويا عقبان عقبة جيئونا وهاتوا زرقا. أنا نجد المجد في قرطبة، أنا غرناط غناها أملقى، أنا فصل زمان وانطوى، ضاع سيفي وربيعي خلقى. دعينا نكتفي بهذا القدر. أستاذة حنان، أعتذر منك، لكن البيت الذي قرأتيه في الختام يصلح قفلة أو قفلة، لأن الوقت داهمنا، لا أعلم كيف انقضى سريعا الوقت معك. على أي حال، كنت جدا سعيدا معك في هذه الحلقة من بيت القصيد. بارك الله فيك أستاذ مصطفى مطر، شرف لي أن تستضيفني في برنامجك الشيق، وأنا من أشد المتابعين لهذا البرنامج العظيم. شكرا جزيلا لك، وشكر موصول كذلك لكم أعزائنا المشاهدين الكرام. يتجدد لقاؤنا وإياكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة. إلى اللقاء.